نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله، ده انا فخور بيك جدا، ده انت استحملت ضربه ما يستحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه، لو قلت جوه همشي. بيني وبينك بابا، بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم، تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش، يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزه حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفتره. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشندي بشندي بشندي، ده بركه البيت. زي ما ايه يا ابني؟ ايوه بابا هاني يا حبيبي. يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم؟ بترشوا ملح علينا ليه؟ الله، لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. دول استر من عيني يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك، هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تتكلمش في حياتي. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيت مجانين. احنا قاعه عليله في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. أنا قلت والله إنه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربة. يا بابا أنا مالي ومال، أنا أتجوز بنتها. بابا إحنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه أنا ومرحوم أمك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك حبيبي. أنا لما كنت عاوز أبسط أمك وأفرفشها وأدلعها كنت أعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور. كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترب عظمة. اللحمة حلوة قوي بابا. قوي. كنت بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج جودة ده سهل، ده بالحجز يا ابني، أنا حاجز لك دي من أسبوع الترابيزة دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشة قد إيه؟ أنا عمري ما شفت ريشة كده. هو عيبه إنه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا أنت هتقتلني عشان أنت اللي هتدفع؟ يا ابني أنا أقصد طعم اللحمة هنا غير أي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد إذنك، ممكن بعد الخطوبة أبقى أعزم نقول أمها هنا؟ أمها لا.
نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي يا ابني. كل انت بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه، انت بتقول كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم، اعظم قصدي كبارات البلد، بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت والله انت ما اكلت. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. امسك بس. عمي يا يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك، واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. أوعى. اتفضل. ما تغيرش عني أنا. فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بكره نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحيات اميره ولبنى وسميره، وحيات اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحيات اماني وسمر وناني، وحيات اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد اثنين ثلاثه اربعه. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نوال، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ الشله كلها. تيمور. نعم. تليفون نوال. يا نوال ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي جروب قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على المصنع ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام يا بنتي، ده امالنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلو ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو ونا ليسن تو مي. وحيات أماني وسمر ويناني، وحيات أماني وسمر ويناني.
تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما ادخلي انت وانا هقابلهم. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تكلمش. مش صفاء بعيد انا كمان يا ماما عيب كده. اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما باشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دن بجملي بجملي تركتن دن بجملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غاري جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تات ام نوال العينة. حياتي النبي الرطوبة يا تات. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف الرطوبة. اعتبروه مربوس. حاجب الشراب هتحل. ايه يا هارم حد قالك ان ابني ملبوس؟ ايه يا باشندي ظهر. هو ايه يا تات اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عودي ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم اقول ايه؟ هم هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها انا وقلت سرقونا. اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى ابو ثلاث سنين اشيلهم لك. يا راجل يا الاشرف امك راست لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشر يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي هطلب البوليس يا خالتي. وانا وصلك يا حمدي. ايه ده هو ده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله. سنيه سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا اضربها بره. اضربها بره يا ابني. عندك ده يلا بابا. عندك يلا راجل انت ما ناخدك لك وسره. يلا يا معفن يلا نفسك جايين على ابراهيم كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان باشندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشندي. صدق هو باشندي؟ انتوا هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. اه يا بيه. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشندي ضروري. باشندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي انت عايز تفرق بينا؟ ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى ايه مش فين قطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور الشجرة وقعت يا استفندي؟ وشرفك لو عايز السمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت لا اصحى كل